ننتقل إلى ركوبة وفيها نقرأ: رئيس حزب الأمة القومي: قدمنا طريقا ثالثا لإنقاذ السودان ونحتاج عاما للإعداد للانتخابات. كشف فضل الله برمناصر رئيس حزب الأمة القومية السودانية أن حزبه تمكن من طرح الطريق الثالث للخروج من الأزمة السياسية التي يواجهها السودان منذ أكثر من 3 سنوات، وأكد خلال مقابلة في برنامج المسائية على الجزيرة مباشر أمس الأربعاء أن هذا الطريق عبارة عن مشروع سياسي بديل لما تشهده الساحة السياسية السودانية من خلافات سياسية ضيقة، وأن جميع القوى السياسية مدعوة للمساهمة فيه بالإضافة والحذف. يعني أستاذ شوقي، في رأيك هل يمكن نجاح مبادرة حزب الأمة؟ بكل تأكيد، يعني ما نستطيع أن نحكم على بالفشل على الأقل. لا، هي مسألة تقريب وجهات النظر بين القوى السياسية وبين رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك. هذه هي الفكرة الأساسية، اللي هي خلق فضاء مدني قوي، أو الناس المؤمنين بالديمقراطية والتحول الديمقراطي وضرورة أنه الانتقال ده يمر بكل مراحله أو ينفذ غرضه الأساسي في انتقال السودان إلى دولة، إلى حكومة منتخبة ودولة تقوم على تداول السلطة بالانتخابات، ومؤمنين بالتحول الديمقراطي ده، دي يكونوا مجموعة صف. في صف آخر هو الانقلابيين، يعني الناس اللي بيؤيدوا أنه ممكن البلدية تتحكم بحكم انقلابي أو عسكري أو بالقوة السلاح. يعني أنا نحن لما نقول الانقلابيين، نفتكر الناس الموجودين في مجلس السياسة السيادة المدنيين ديل الموجودين الآن ديل جو بقوة السلاح، ديل جو بالانقلاب. يعني مهما كان هو مدني، أي ما عنده أي رتبة عسكرية، لكن الباور، القوة اللي جابتك مجلس السيادة دي قوة عسكرية، ما جابت المجتمع المدني، ما جابك القوى السياسية، ما جابتك الأحزاب، ما جابك الفضاء المدني، ما طالب، ما جابك الشارع، ما اتفاق الوثيقة اللي توقعت بين المكون العسكري وبين الحرية والتغيير، هي كانت نتاج لنزاع، لنضال مدني توافقوا فيه الناس على شراكة. النضال المدني ده بعد الناس الموجودين في الوثيقة دي هم اللي اختاروا الحكومة، اختاروا أعضاء مجلس السيادة كده، فبيبقى الناس اللي جو وفقا للوثيقة دي الناس مدنيين، جو من بدفع مدني، لكن انت جيت في مجلس السيادة بدفع عسكري بقوة السلاح، فبيبقى دي مجموعة هي الآن بتؤمن بأنه التغيير في السودان ممكن يتم كده عبر القوة وعبر الانقلابات العسكرية، وفي مجموعة أخرى مؤمنة بأنه التحول بيتم بطريقة مدنية بأدوات مدنية وبتناضل عشان تقلل فرص الانقلابيين. طيب، الشراكة دي كلها فرضتها ظروف السودان، يعني دي الواقعية السياسية فرضت الحاجة دي، لكن بيبقى في الانقلابيين دي دارين يتغولوا على الصلاحيات، يكونوا هم اليد العليا في كل الحاجات. فأنت لما تقوي فضاء مدني فيه حرية تعبير وفيه قوى سياسية عندها خطاب سياسي مسموع، حرية التنقل وحرية التجمع وحرية بالفضاء المدني، انت بتغلل قوة العسكريين دي. والحراك اللي بيحصل الليلة المواكب دي والشوارع دي هي بترسم علاقة جديدة بين المؤسسة العسكرية والسياسة. واضح جدا انه تاني المسألة دي ما سهلة، ما في عسكري يستطيع ان يحكم السودان بسهولة، يعني زي ما كان بيحصل تدوق مستيقلة والناس خلاص يوفروا لهم السكر والشنو خلاص الناس دي. لا، الليلة المواكب دي ما في زول قال داير سكر، ولا في زول قال داير بنزين، ولا في زول قال داير أي شيء. وفي الطلبة موجودين لهم 3 سنين ما تعلموا، في ناس قاعدين في برلين في سنة أولى، لكن بتبقى دي ما المطالب الآن. الناس بيأطروا العلاقة جديدة بين القوى من المؤسسة العسكرية وبين السياسة. طيب، يرى البعض بالعودة إلى الموضوع الأساسي أن المبادرة ستأخذ وقتا، يعني ربما يكون طويل على حساب ما تبقى من عمر الفترة الانتقالية، في وقت يعمل فيه مجلس السيادة على الاستعداد للانتخابات، كيف تقرأ هذا؟ أولا، مسألة الانتخابات دي فيها طريقتين، يعني هم شغالين بها ضغط على القوى السياسية، شغالين بها ضغط على الشارع، لأنك أنت بطريقة مجلس السيادة وزول بينقلب في 25 أكتوبر ده ما صالح أنه يعمل انتخابات، ما ده ما طريقك، ما خطك، يعني شنو أنت حارس على الانتخابات؟ أنت ما النظام ده ما كان نظام متفق عليه وانت موقع على وثيقة بتطلع في بيان بتطلع حالة الطوارئ وتعطل بنوده، يعني فما ده كله شغل لانه يكون فزاعة ما اكتر للقوى السياسية. نحن ممكن نضغط، ممكن نعمل انتخابات رئاسية مبكرة ونجيب رئيس وزراء او نجيب رئيس السودان نجيبه بالانتخابات. الانتخابات دي دايرة استعدادات، دايرة كده دايرة توافق سياسي، اهم من ده كله يكون في توافق سياسي. والبلدان دي كلها انزلقت بالطريقة دي،
في انك انت بتقول حتى انت تفرض على الناس اسلوبهم. انا اغشك انت تقول لي والله داير ديمقراطيه داير انتخابات، هاي بقول لك واعمل لك انتخابات اعمل لك ثوريه وكده، ده طوالي بتؤدي للصراع بشكل مختلف. فدي حاجه خطره جدا دارين نمشي فيها. وانا افتكر دي انت لو ما حققت الفضاء او الوفاق السياسي الانتخابات بتؤدي لمشاكل اكبر، وشفناها في الدنيا كلها. طيب في بهذه المبادره نعم. بهذه المبادره هل يسعى حزب الامه لتكوين او تشكيل حاضنه سياسيه جديده للسيد رئيس الوزراء؟ ابدا، هي الكلمه الجديده دي هي المزعجه في الموضوع. هو حزب الامه بيسعى ليخلق وفاق بين القوى السياسيه ورئيس الوزراء. الوفاق السياسي ده فيه كل الحريه والتغيير، فيه كل الحاضنه اللي كانت موجوده يعني. طيب.